محمد الشيخ الغزواني رسالة خطية من فخامة السيد أسيمي غويتا رئيس السلطة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي الشقيقة. جاء ذلك خلال الاستقبال الذي خص به رئيس الجمهورية اليوم بالقصر الرئاسي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي الشقيقة السيد عبد الله جوب مبعوثا خاصا من رئيس السلطة الانتقالية. وأجرت المقابلة بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد إسماعيل الشيخ أحمد ومدير ديوان رئيس الجمهورية السيد محمد أحمد المحمد لمين وسفير جمهورية مالي المعتمد في بلادنا السيد محمد ديباسي.